أما هلأ زينب ننتقل لمحطتنا التالية لنسلط الضوء على نشاط مؤسسة موج مع الاتحاد السوري العام للدراجات يلي استهدف سيدات وشابات من منطقة القلمون ضمن مشروع توازن تحت عنوان ما بتتوازن بدونك. للحديث بشكل أوسع حول الموضوع بصباحنا غير معنا رهف غنيمة مديرة مشروع توازن في مؤسسة موج. يسعد صباحك وأهلا يسعد وسهلا فيكي. صباحكم، صباح صباح سعيد. الخير وصباح الهمة للسيدات والصبايا. يعني فعالية موجهة للصبايا والسيدات اليوم، كيف بدأت فكرة المشروع؟ هلا مو غريب عليهم، بيقدروا يعملوا كل شيء، بس حلوة الفكرة انه تستهدفوها، يعني انه حتى العنوان ما بتتوازن بدونك، خلينا نقول. فخبرينا عن الفكرة. كان فكرة المشروع انطلاقة من التمكين الاقتصادي، تعزيز قدرات الشابات. بلش تنفس هذا المشروع بمنطقة القلمون الغربي، نبك يبرود آرة، بحيث غطينا كل الشابات تقريبا بدراستنا أو معظمهم اللي بيروحوا على الشغل أو طالبات. هذا كان الهدف الأول. كان عندنا هدف كمان أنه نحن نكسر هاي النمطية بأنه ممكن الشابات يتأثروا لمجرد أنه ركبوا الدراجة أو شو هي الآثار السلبية لركوب الدراجة وأنه هي حكر على الرجال. هذا كان الهدف الأول. تم تدريب 20 شابة على قيادة الدراجة الهوائية وإهدائنا الدراجات لنوصل بقى لنهار المسير، مسير الدراجات الهوائية الأول بالنبي. اهدتيهم دراجات؟ دراجات هوائية. حلو، بدنا نشارك سكلينا. كلنا رح نشارك. هلا خلينا نحكي عنوان ملفت وجميل، ما بتتوازن بدونك. يمكن الحياة كلها ما بتتوازن بدون المرأة لأنه هي نصف المجتمع وأكثر. الهدف من تسمية هيدا العنوان والرسالة الأساسية لما نقول حتى منطقة القلمون تتميز بسيدات وشابات مثقفات ومجتمع أساسا غني اليوم. صحيح، نحن العنوان اجى من ما بتتوازن بدونك، ما بتتوازن الحياه بدونك من هذا صحيح. المعادله الجندريه. اثنين، ما بتتوازن بدونك الدراجه. فبس المسير ما كان حكر على الشابات، المسير كان كان لكل في الاشخاص. شباب صحيح موجود تمام، معكم. ما فيهم الشباب. طيب عشان يكون توازن عادل. عن جد. طيب خبرينا يعني عن تفاعل ايام التدريب وخاصه باوائل الفكره او المشروع، كيف كان هيك تفاعل الاقبال؟ لقوا بعض السيدات او الصبايا صعوبه بركوب الدراجات الهوائيه، ساعدتوهم؟ شو عملتوا؟ تمام، نحن كبدايه كان في بحث عم يدرس شو الوضع، شو الاشياء اللي بتخليني انا كصبيه ما اركب بسكت. فهذا البحث هلا كثير منيحه مع ازمه النقل رائعه والرياضه. تمام. فكانت الفكره انه عرفت انا ليش ما بنركب بسكليت، معناتها نحن بحاجه توعيه. كان في عندي صفحه موج صفحه ضمه ورديه اللي عم تدعمني وتردفني لحتى تحسن هاي الصوره، مو تحسنها حتى تصححها، لانه نحن عندنا مشكله انه نحن عندنا افكار اساطير بتقول انه البنت ما لازم تركب دراجه. هي كانت بداية التوعية الصحية. اثنين، انتقلنا للأهالي، لقينا الأهالي كثير متشجعين. يمكن بظل مثل ما قلتي أزمة الوقود، أزمة المواصلات، التكلفة الكبيرة اللي عم يعانوا منها الأهالي والشابات العاملات وهن أساسا صاحبات دخل محدود، بالإضافة لأنه هي صديقة للبيئة. كان هذا كثير مشجع، الأهالي كثير شجعوا التدريب وكمان كثير شجعوا فكره المسير. نعم. جميل لما نشوف الاهالي بيدعموا، نوعا ما بنقول مجتمع محافظ يمكن ما يكون في دعم، يكون في هيك تردد بالمشاركه، لا هون الموضوع مختلف، كان يمكن في مشاركه ودعم وبنفس الوقت تواكب الظروف اللي نحن عم نعيشها. يعني سابقا بتلاقي صحيح. الطفله او السيده بتركب بسكليت لعمر معين وهون خلص صارت كبيره ما بقى تركب بسكليت، لا اليوم كل الكبار كلهم بالاضافه للفرق الشبابيه اللي نحن كانت تطوعيه من دمشق وحمص وسلميه، بالاضافه لتعاون مع الاتحاد العربي السوري للدراجات، كان كثير العدد حلو، كثير كان العدد والاقبال حلو. طيب في فكره لانه تتوسع هي الثقافه، يعني هلا خلينا نقول انه هي رياضه وصديقه للبيئه وبتحل ازمه معينه، يمكن خلينا نقول بتسهل على بعض مثل ما قلنا الشباب الازمات اللي عم نمرق فيها ان كانت مؤقته، لكن بالنهايه هي نوع من انواع الرياضات. في فكره لتنتقل على محافظات ثانيه غير ريف دمشق وتتوسع؟ هلا هو مشروع توازن الاول، صراحه نحن هلا عم نتواصل، هذا يعني اول شيء، هذا اول مشروع توازن هو منطلق مسير بالنبك لاول مره. حس قيمتوه انه بانه ناجح، بانه ممكن يتعمم على غير مناطق؟ تمام، بالاضافه لانه نحن اقبال اشخاص عم يتواصلوا معنا ليعمموه بمناطقهم.
يعني تفاجأنا انه بوقت قصير هذا الحدث. نحن السبت كان المسير، بهاليومين اجانا اتصالات كثير انه حابين ينشروا الثقافه بمناطقهم كمان. حلو كثير. وفي بوابه لانه يكون في بعض المحافظات من خلال هي المشاركه اكيد يكون في تشبيك معكم. اكيد. طيب هي الفعاليه الاولى، خلينا نحكي بالايام القادمه شو النشاطات اللي حابين تقوموا فيها او الفعاليات اللي حابين تكون ضمن جدول اعمالكم اليوم؟ هلا احنا دائما عندنا حملات توعيه على كل المستويات، حملات توعيه بتخص الصحه الانجابيه، حملات توعيه بتخص هلا موضوع سرطان الثدي اللي قادم، فنحن دائما هذا الاستمرار ومشاريعنا دائمه، يعني نحن سابق فلاحق. يمكن ذكرنا انه هذا المشروع الاول بتوازن. لا ما هو المشروع الاول صراحه. الفعاليه الاولى طبعا. الفعاليه الاولى بتوازن، خبرينا شو في فعاليات ممكن انه انتم عم تحطوها بالخطط المستقبليه القادمه اللي عم تمس الشباب والصبايا بشكل عام. اساسا نحن احد اهداف المؤسسه، مؤسسه موجه التنمويه، انه نشتغل على فئه الشباب. يعني نستثمر الاستثمار الامثل لقدرات الشباب. هي كان الاساس، يافعين ويافعات، بالاضافه لموضوع السيدات. يمكن تسليط الضوء اليوم على الشباب موضوع جدا مهم، وجميعنا فينا نقول الجمعيات او اللي عم تقوم حديثا هي اساسا كادره كله شباب، فيمكن المشاكل بتكون معنيه اكثر بما انه اصحاب المشاكل اللي عم يعانوا منها هن اساسيين. قديش بتنظروا لهي النقطه بعين الاعتبار لما نقول فعلا في فريق مشارك شباب وهي معنية بالشباب؟ ونحن عم نحكي عن مجتمعات بالريف نوعا ما، كمان بتحسي في قلة يمكن اهتمام، عم يكون في توجه من المجتمع المحلي بشكل كتير كبير لدعم نفسه بنفسه، وعم نشوفها بالآونة الأخيرة بشكل كتير كبير بخلال سنوات الحرب، يعني طافت وعم نلاقي أصداء واسعة، أصداء إيجابية وأثار إيجابية اليوم. صحيح، ما هو شو بتاعنا بفئة اليافعين واليافعات، بالإضافة لأنه هي فريق شبابي، يعني الأعمار اللي عندنا نحن شبابية. صراحة يمكن هذا القرب بين الفرق الشبابية واليافعين واليافعات بحقق نجاح أوسع. لما نستغل نحن نستثمر طاقات الشباب أكثر بالمشاريع، فهذا الشيء بيعني لهم كثير، إنه أنا اشتغلت بهذا المشروع، إنه أنا موجود بهذا المشروع. تفريغ طاقتهم أساساً بالمكان المناسب. تماماً. طب خبرينا، يمكن هلأ عم نلاحظ إنه أغلب الجمعيات المحلية والمجتمعية عم تحاول تشتغل الأشياء أو المشاريع التنموية لتنمية قدرات الشباب وتوظيفها بمكان معين عم يخدم هن الفرد وايضا الاسره المجتمع بشكل كامل. خبرينا انتم اليوم اكيد احتكاككم مع الشباب عم تعرفوا المشاكل، عم تحاولوا انه تلاقوا صيغه معينه جماعيه تشاركيه حتى نعزز هذا التكافل الاجتماعي بين الشباب والصبايا لنعمل شيء بالبلد. فخبرينا شو ابرز المشاكل ممكن انتم تحطوها على راس الجدوله لكم وممكن انه تطبق لاحقا؟ احيانا كثير بنواجه مشكله الدمج، يعني نحن صار المجتمعات معظمها مجتمع محلي ومجتمع وافد، فالدمج كان عندنا له اهميه كبيره بالموضوع، تقبل ذوي الاحتياجات، يعني فكره تقبل ذوي الاحتياجات، عندنا كمان المشاريع الشبابيه اللي بتدمج الجندر، بحقق توازن جندري شابات وشبان، يعني هي المواضيع من اولوياتنا واهتماماتنا، بالاضافه للتوجه للاشخاص اصحاب الثقافه الصحيه. نعم. من خلال صفحه ضمه ورديه اللي بيعنوا، عنا فريق محتوى كله من الاطباء اللي عم يعني طلاب اطباء اللي عم يشاركوا باعداد المحتوى، وهذا الشيء كثير كان رائع. نعم. يمكن عم تساهموا اليوم بنشر التوعيه الصحيه بشكل كثير كبير، وخصوصا ضمن ظل انتشار وباء كورونا ومع الموجة الجديدة عم يكون في توعية بهذا الاتجاه خصوصا بالمجتمعات المحلية. تمام، بالإضافة لأنه احنا عملنا بحث عن الصحة الإنجابية بفترة كورونا. حلو. هلا هو على أبواب الانطلاق، يعني انتهينا منه بس للإصدار. يعني خلينا نقول بالمرحلة الحالية تنمية قدرات الشباب والتوعية الصحية. تمام. من الأمراض الأوبئة اللي موجودة إن كان كورونا، سرطان الثدي أو أي نوع من الأمراض المزمنة، عم تحاولوا إنه يكون فيها توعية، لأنه صار يمكن عقل الإنسان ما عاد عم يستوعب شو عم بيجي أمراض. صحيح. متطورة، وأنتم بالنهاية الوقاية خير من قنطار علاج. خلينا نقول شو بتحبي توجهي اليوم كلمة للفريق اللي معك، لكل الشباب والصبايا اللي عم بي لساتهم يشاركوا بهي النشاطات؟
خليكم دائما عم تعطونا افكار جديده، نحط ايدنا بايد بعض لحتى ينجح مشاريعنا. يعني هي حقيقه ما بتتوازن بدونك او بدونك، فهي العنوان الاعم الاساس حقيقه ما بتتوازن بدون تحقيق المعادله الجندريه. نعم. طيب بالختام سريعا، كنتي عم تقولي عم تقومي بمشروع الصحة الإنجابية وتقريبا صار جاهز للإصدار، خلينا نحكي عنه لمحة سريعة قبل ما نختم. تم تدريب 25 شاب وشابة على موضوع كتابة الأبحاث المرتبطة بالصحة الإنجابية من منظور العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا الشيء بعد ما تدربوه نزلوا على الأرض وعملنا بحث ميداني. كان في استبيانات آراء، كان في عنا فوكس جروب مع السيدات اللي كانوا حوامل فترة الكورونا. وقريبا يعني هو بمرحلته الأخيرة، بضل على الإطلاق إن شاء الله، يعني إطلاق البحث كبحث، أما نحن انتهينا من التدريب. نعم، نحن نشكرك على وجودك معنا، موفقين يا رب. يعطيكم العافية وشكرا كثير، وتتمت نهار سعيد. نتمنى لك التوفيق. رهف غنيمة مديرة مشروع توازن في مؤسسة موج، تحية لكل الشباب المشاركين معكم، شكرا كثير لك. يعطيكم العافية، شكرا. شكرا لوجودك.